السلام عليكم. فيديونا اليوم باش نوريكم معناها كيف يبدا الفولون كاسة حزارية يعني في الحس تقولش عليه برويتا. باهي تويكا باش نوريكم البروبليم معناها شنو مشكلته بالضبط. نسمعوا معناها الصوت كيفيه معناها الفولون. هذايا الجيالينك، هذايا معناها تعمل في الزريتا. كيما تشوفوا القزلالة هذية معناها خليتها بالحس تزاريت تقولش عليها برويتا. شنو باش نعمل؟ باش نحلو البولون هذي، نحيو البولون جملة ونعملو كشة على البيسات. بيه قبل ما نعملو كشة على البيسات اعملونا ابوني ولايك، ابوني للشين يوتيوب كان انتي مكش مشترك، ولايك للفيديو وفعلوا الجرس باش يوصلك الجديد كي نهبط فيديو جديد يوصل لك يخلط لك. وعملونا كومنتير ولا اثنين ولا اربعة ولا عشرة ولا عشرين كومنتير عادي ما فيها شيء. به حلينا سيئ يعني كيما تشوفوا نلقاو البولون بتاع الكوبة هذايا معناه نلقاوها مرخوف، معناه هو قاعد يمس في البولون كي يدور يمس ومن طون شحمنا البيسات معناها نلقاوهم ناقصين شحم شايحين من الجريس شحمناهم باش نكبسوا البولون هذا لتوهم بولونات هذوما يشادين الكوبة يترخف البولون يمس لي في البولون يولي معناها يزريت يعمل في الحس كيما شفت. هيك هو معناها نكبسوهم وبحول الله يعني جوك احلى جو. على هذاك معناها قبل ما ناخو قطعة جديدة لازمني نحل نثبت، فما ابرونتيات وفريرات اش يعملوا؟ يقول الكليون جيب لي مثلا القطعة الفلانية، جيب لي براسليات، جي يخسروا معناها اللي نحل نثبت. ينجم يكون البروبليم معناها حاجة بسيطة كبسين ولا فهمتني نثبت معناها. تويكا باش نرجعوا معناها نركبوا الفولون تاعنا ونتستوا الموتور. قبل ما نتستي الموتور حبيت نحكي في موضوع اللي هو معناها كما قلت لكم ردوا بينا ساعات معناها واحد تبدا موتور جديده نظيفه يهزها معناها الميكانسيان غفاس يعدمها له الموتور ما عادش تسوى بفرانك معناها بالرسمي معناها تولي تقول نشعلها ببريكيه ونرتاح منها من كثر ما تكرهها يكرهك فيها بالرسمي. فما معناها سكليستية ذوما صناعية برونتيات ذوما حتى مش برونتيات، فما حتى اللي تلقاه خادم 20 سنة وبي ذوما معناها الدخلاء يا خويا يخدموا بالتجازة ذوما عبارة تجازة فهمت ريت التجازة تجازة تبدأ تجز هكاك هو يبدأ تجيب له موتير اكزامبل تقول له مثلا ما تخدمش الصباح صباح بكري تبدأ باردة ما تحبش تخدم شي قول لك بوبيناش ولا بوبينا ولا كعبة بوجي هكاك من غير ما يمس من غير ما يشوف يبدأ يتقز فهمتني يبدأ يتقز ليه يعني ريت مثلا موتور ما تخدمش الصباح فما مية ألف بار مية ينجم يكون حتى باراويلة متنفسة ما نجم نعرف أنا نحدد البان وين إلا ما نحل ونثبت ما نجمش انا نتقز كي موتور معناها موتور سيكت قدامي وانا معناها نتقز نطلع لك البان معناها وليت انا عبارة رهبان ولا عبارة جني ولا شنو ما يجيش هكا الخدمة ما تجيش هكا الخدمة ما تجيش بالتقازة الموتور باش تعرف البان متاعها لازمك تحل وتشوف تستي معناها كل قطعة تبدأ تستي بالحاجة لين تحصر الديفو وين تحصر معناها البروبليم وين نثبت الكلابي نثبت الباراويلات نثبت الكربيراتور كان عندي معناها حاجة نجرب بها نجرب بوبينة نجيب بوبينة نجربها معناها لين نحصر البان وين هكا الساعة نقول لك الحاجة هذيك برا نجيب لك الحاجة هذيك سايي ركبنا كما تشوفوا معناها حس كعبة ليه
جو أحلى جو. إلى اللقاء، فيديونا اليوم سيء، نتقابلوا في فيديو جديد. ما تنساوش ابوني ولايك.